ملك إدريس طفلة عمرها 14 عاماً اختطفت في طريق عودتها من المدرسة في بلدة عنترمة بريف دمشق، وطلب الخاطفون فدية قدرها 50,000 دولار لتحريرها. تلقى والد الفتاة اتصالاً من الخاطفين، نستمع. شو وين انتي بابا؟ وين انتي؟ وين انتي بابا؟ شو بدك تعطي؟ بدك تجيبها لك يا عمو، بدك تجيبها معك من هون للثلاثة المساء، برجع بدق لك. كنت مأمن ومأمن ومش مأمن وخلص، شغلتنا نحن بالضبط. سيدي في بيناتنا حكومة وعدل، نحن ودير بالك، قلت لك بس ما جبناها بنجيبك انت وبنجيب ابنك الوحيد، ما عادي. الرسالة واضحة، إن لم تدفع المال سنتخلص من ابنتك وسنصل إلى ابنك الوحيد أيضا. نتخيل أحساس والد الطفلة المختطفة عند سماعه صوت ابنته وهي تستنجد به لإنقاذها. بعد 10 أيام من اختطاف الطفلة لم يترك والدها أي طريقة للوصول إلى ابنته وسط انفلات أمني وفوضى ميليشيات مسلحة في سوريا. أخيراً تم التعرف على مكان وجود ملك من خلال تتبع هاتفها، فكانت في السويداء. تواصل الأب مع فصائل مسلحة هناك لمساعدته على إنقاذ ابنته، وفعلا عادت سالمة إلى أهلها، وهؤلاء هم الخاطفون. الطفلة ملك كان حظها جيدا ونجت، لكن ماذا عن بقية المخطوفين؟ حيث أن مسلسل الخطف والتهديد والابتزاز المالي لا يتوقف في سوريا. من التعليقات نقرأ: تم تحرير الطفلة ملك المخطوفة من عنترمة والخاطفين من السويداء من منطقة القنوات، وهي من أحرقت قلوبنا عندما صرخت تستنجد بأبيها لإخراجها بعد اتصال من الخاطفين. وزيد حسن علق: السويداء بؤرة للخطف والتشليح، خلال سنة أكثر من 200 حالة خطف. وأمجد غرت: الحمد لله على السلامة، والناس تدير بالها على بناتها، شباب ورجال عم ينخطفوا. وعبد الله الإدريسي علق: الظلم الذي في سوريا لم أره في أي بلد آخر. شاركنا برأيك، لو كنت مكان والد الفتاة المختطفة، هل كنت ستفعل نفس ما قام به والد ملك، أم ستحاول دفع الفدية وإن كانت كبيرة لتحرير ابنك أو ابنتك من قبضة عصابات هدفها جمع المال؟